السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الزمالك يعتذر لإبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة طنطا. حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين. واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعب الزمالك والجهاز الفني بسبب احتساب ضرب الجزاء لطنطا في الشوط الثاني، وتقبل نور الدين الاعتذار وأكد له أنه واثق من صحة قراره ومنح الفريقين حقهم. الأهلي يبلغ وليد أزارو بالرحيل للدوري السعودي رسميا على سبيل الإعارة. أبلغ النادي الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشكل نهائي، عقب ظهور اللاعب بشكل متواضع خلال الفترة التي تولى فيها المدير الفني ريني فايلر. وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن قيام إدارة القلعة الحمراء بإبلاغ اللاعب برحيله عن صفوف القلعة الحمراء للدوري السعودي رافضا الكشف عن تفاصيل. وأكد المصدر أن وليد أزارو ربما لا يسافر مع بعثة الأهلي لزيمبابوي لخوض المباراة المرتقبة. تفاصيل فشل مفاوضات الإسماعيلي مع دي سبر. كشف مصدر مقرب من إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي فشل مفاوضات الدراويش مع الفرنسي دي سابر للعودة لقيادة الفريق الأصفر، ووضع المدرب الفرنسي شروط معينة تخص المشروع الرياضي للفريق. وبعد سلسلة مناقشات بين النادي ودي سابر وصل الطرفين لصيغة اتفاق في هذا الجزء. ويضيف المصدر أن طلبات دي سابر المادية والتعاقدية وصلت لضعف ميزانية الإسماعيلي، لكن رغبة النادي في التعاقد مع المدرب الفرنسي دفعت مجلس إدارة الدراويش للموافقة على طلباته والتي تضمنت الحصول على رقم هو الأول في تاريخ الإسماعيلي إذا حقق بطولة أو مركز. بمعنى إذا توج دي سبر بالبطولة العربية سوف يحصل على 150,000 دولار، بينما لو حقق المركز الثاني عربيا سوف يتقاضى 100,000 دولار، بينما يحصل 70,000 دولار لو حصد الدراويش المركز الثالث، بالإضافة لحصوله على 30,000 دولار حال التتويج بكأس مصر هذا الموسم. مفاجأة، محمد صلاح يغيب عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا. محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا الذي سيقام في الغردقة يوم 7 يناير المقبل. وكشفت مصادر مسؤولة من داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب في الساعات الاخيرة لاقناعه بالحضور، خاصة في ظل اعتماد المنظمين والقائمين على الحفل لظهور النجم المصري، وهو الامر الذي رفضه محمد صلاح حتى الان. وتحفظ المصدر على ذكر اسباب رفض محمد صلاح الحضور. عشرة في المية تكشف سر موافقة فايلر على رحيل صالح جمعة من الأهلي. كشف مصدر مقرب من السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي رؤية الأخير حول صالح جمعة لاعب وسط الفريق، موضحا أن المدير الفني يرى أن صالح من أفضل لاعبي الدوري المصري من حيث المهارات والقدرات الفنية الخاصة، لكن اللاعب يعاني من عدة مشاكل يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بجانب عدم تنفيذ التعليمات ولا تتعدى نسبة التزامه بالتعليمات 10%. ويرى فايلر أنه استنفذ كل محاولاته مع صالح جمعة خلال الفترة الماضية حيث عقد معه أكثر من جلسة وطلبه بالتركيز والاجتهاد، لكن اللاعب لم يلتزم لذا لم يستحق الحصول على فرصة المشاركة في أي مباراة رسمية تحت قيادته منذ تولي مسؤولية تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي. إليو دي يونغ
سوف يغيب عن مباراة طنطا القادمة بعد حصوله على الإنذار الثالث. سامي الشيشيني، الزمالك سيعتمد على ناشئيه الفترة المقبلة. أكد سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك أن الفريق سيعتمد على أبناء الناشئين في الفترة المقبلة بكثرة، مؤكدا أنه تم تصعيد 6 ناشئين في الفترة الماضية، موضحا أن هذا الأمر سياسة يتبعها الجهاز الفني لجانب مواجهة ضغط المباريات. فايلر قرر إراحة اللاعبين يوم الاثنين والثلاثاء قبل السفر لزيمبابوي صباح الأربعاء استعدادا للقاء بلاتينيوم السبت القادم. الأهلي راح 48 ساعة ويطير إلى زيمبابوي فجر الأربعاء. ريني فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد الفوز على اف سي مصر في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، وحقق الأهلي الفوز على اف سي مصر بنتيجة 3-1 ورفع رصيده ل 30 نقطة من الفوز بالعلامة بالكامل في 10 مباريات ليواصل تصدره بطولة الدوري الممتاز. مروان محسن يعاني من تورم في وجه القدم ويجري أشعة. الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن مروان محسن مهاجم الفريق اشتكى من تورم في وجه القدم خلال مشاركته في مباراة اف سي مصر، وخرج مروان محسن في الدقيقة 68 من مباراة اف سي مصر التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 12. ويحدد الجهاز الطبي مدى جاهزية مروان محسن للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إجراء الأشعة. ريني فايلر في المؤتمر الصحفي، الفريق حقق المطلوب في المباراة بحصد النقاط الثلاث. الأهلي يسعى دائما إلى تحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، لكل مباراة ظروفها والاستعداد اللازم لها. الأهلي قدم مباراة جيدة ونفذ اللاعبين المطلوب منهم وحققوا فوز مهم في إطار المباريات التي يخوضها الفريق. نتيجة المباراة هي التي ساهمت في الدفع باللاعب محمود متولي بدلا من مجدي أفشة. حصول الثنائي أيمن أشرف وإليو ديانج على العديد من البطاقات الصفراء خلال المباريات الأخيرة أمر لا يشغلني، كل اللاعبين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع الكثير من المواقف. عن البطاقات الصفراء المتكررة لأيمن أشرف، إنه شيء طبيعي، المدافع عرضة للحصول على البطاقات الصفراء أكثر من أي أحد في الملعب طالما يؤدي المطلوب منه والفريق يفوز، أنا لست قلق. عن تغيير ديانج، وهل أخطأ وحاول تصحيح خطأه بنزول متولي؟ لا، لم أفكر هكذا، فقد فضلت إراحة ديانج، هو لاعب صغير وحصل على دقائق لعب كثيرة في الفترة الأخيرة، وأيضا أردت تجهيز متولي لما هو قادم خاصة أنه عائد من إصابة. أمير توفيق، الصفقة الشتوية الثانية، الأمور غير مستقرة وفايلر قد يغير رأيه في التعاقد مع مدافع وليس مهاجم بعد إصابة سعد سمير الذي سيغيب لمدة طويلة. أحمد شوبير يلمح عن تعاقد الأهلي مع عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي. الزمالك يجهز تذاكر مباراة زيسكو مبكرا لتجنب العقوبات. بدأ نادي الزمالك في تجهيز تذاكر مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام بحضور 10,000 مشجع. وتواصل مجلس الزمالك مع شركة تذكرتي من أجل طرح التذاكر مبكرا لتجنب عقوبات الكاف مثل ما حدث في المواجهة الماضية في أول أغسطس والتي تكلفت 25,000 دولار لتأخر طبع التذاكر وإصدارها للجماهير قبل اللقاء ب 48 ساعة فقط.
الزمالك يواجه ديسكو في السلام بعد رفض إقامتها على استاد القاهرة. تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك رفض الجهات الأمنية خوض الفريق مواجهة زيسكو الزامبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة. فايلر يحسم مصير سفر حسين الشحات مع الأهلي لزيمبابوي. يحسم الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر مصير حسين الشحات لاعب الفريق من السفر مع البعثة لرحلة زيمبابوي التي تغادر القاهرة فجر الأربعاء يوم 8 يناير الجاري. ويدرس الجهاز الفني استبعاد اللاعب من السفر حتى يستعيد عافيته بشكل جيد ويتخلص من الإصابة في العضلة الضمة نهائيا وتجهيزه للمباريات المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الزمالك يعتذر لإبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة طنطا. حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين. واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعب الزمالك والجهاز الفني بسبب احتساب ضربة جزاء لطنطا في الشوط الثاني. وتقبل نور الدين الاعتذار وأكد له أنه واثق من صحة قراره ومنح الفريقين حقهم. الأهلي يبلغ